ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. النهارده احنا بنتكلم يا شباب عن تداخل الضوء او تداخل الموجه، وهو نوع من التراكب. نفس الفكره بالنسبه للحيود. فاحنا هنبدا اولا نتكلم عن الويف، يعني عن الموجه. فاحنا زي ما احنا مش شايفين كده اهو، بيحصل موجات وهكذا. لازم تبقى تفرق، او في كلمات مهمه او مصطلحات مهمه للموجه، زي الفريكوانسي وزي الامبليتيود. امبليتيود اللي هي عبارة عن سعة الموجة، اما الفريكوانسي يعني التردد اللي بيتقاس بالهيرتز. طبعا التردد هو عدد الموجات الحادثة خلال ثانية. يبقى ايه التردد؟ هو عدد الموجات تقسيم الزمن بالثواني. فطبعا لو انا عملت ماكس كده، يبقى العدد هيبدأ يحصل له ايه؟ انكريز. يعني انكريز يعني يزيد، تمام. لو بدأت أعمله مينيمم كده أهو، بدأ العدد إيه هنا يحصل إيه؟ يقل. طب بالنسبة للأمبليتيود، الساعة اللي هي أقصى مسافة يحدثها أو تحدثها الموجة بعيد عن موضع إيه؟ سكونها. بص معايا، أنا هبدأ أعمل أمبليتيود هقلل خالص زي ما أنتوا شايفين أهو. فكده هنا ها إيه؟ مسافات إيه؟ صغيرة. لو كبرت كده ماكسيمم، هتلاقي المسافة كبرت بين القمة والقمة اللي بعديها، تمام؟ أو أقصد اللي هي أقصى مسافة، شايف؟ أها، بكت تعلى وتنزل، تعلى خالص وتنزل. إنما لو الساعة قللتها تبقى بالشكل ده، تمام؟ ده بالنسبة للخصائص، أو نقدر نقول المصطلحات الخاصة بكلمة إيه؟ التردد أو سعة الموجة. طيب دلوقتي حضراتكم، أنا لو بدأت أتكلم عن الانترفيرنس اللي هو عبارة عن تداخل الضوء او تداخل ايه الموجات. يعني ممكن تبقى موجة مية ويحصل تداخل زي كده اهو، تمام. لو قمة قبل القمة يحصل ايه؟ قمة اعلى. لو قلنا قاع قبل قاع، هيحصل ايه؟ قاع اكبر. انما لو قمة قبل قاع هتتلاشى. يبقى في تداخل بناء وفي تداخل هدام، وقبل كده سبق واحنا درسنا الكلام ده. طيب يا مستر، لو ضوء بنفس الفكرة أو صوت، ماشي، أها، ده التداخل يا شباب. هنعمل حتى لو مثلناه بجزيئات بيبقى بالشكل ده، تمام. والصوت طبعا بيتكون من تضغط وتخلخل عشان هو موجة طولية، تمام. طب لو ضوء، اه، يبقى بالشكل ده يا شباب برضو اهو. طبعا التداخل بيحصل بين ضوئين من نفس اللون، تمام. لاحظ الآتي، اللي انت اصلا لو هنا في مسافة، في ايه هنا؟ مسافة بين المصدرين. يبقى انا هنا ها لو كبرت المسافة، هل بيزيد ولا بيقل التداخل؟ ظهوره يبقى أكبر ولا أقل؟ لازم نعرف. طب لو قللت المسافة، ركز أهو، إيه ده؟ طب يظهر أكتر. يبقى عند تقليل المسافة ظهور التداخل بيبقى أكبر. وكده نفس فكرة، يعني تاني نوع من أنواع تراكب الموجات نسميها سوبر بوزيشن ويب. طيب الديفراكشن، يعني إيه ديفراكشن؟ ديفراكشن يعني الحيود. والحيوط ان الضوء يتحرك ويدخل من فتحة صغيرة خالص، ولازم ابعاد الفتحة تبقى قريبة من طول الموج المستخدم. وده مش سهل في لما نشوفه في الضوء، بس يلا بينا نشوفه هنلاحظ اهو. طب انا هنا ها لو الابعاد بتاعت الفتحة دي كبرت، هتزيد ولا هتقل؟ ركز معايا. اه، طب لو انا قللتها هتلاقي ايه؟ يظهر اكتر، صح ولا لا؟ ايوه، تمام. وهكذا. وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع تداخل الموجة، وعرفنا ان الخصائص العامة للموجة، الموجة بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها بتنعكس وتتداخل وبتحيد. طيب بالنسبة للانكسار، الانكسار يا شباب بيبقى احنا عندنا ضوء مثلا سقط كده اهو، ففي هنا سطح فاصل بين وسط ووسط، تمام. فليكن اللي فوق هواء واللي تحت ايه؟ ميه. فالشعاع بقى كان ما يكمل على طول، لا، بيقرب من العمود المقام كده.
لاحظ معايا ان في شعاع ساقط، في جزء اتعكس تمام، في جزء ايه انكسر، وهكذا برضو دي من صفات ايه الموجات. انا اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. نشوفكم يا شباب بعد الفاصل في فيديوهات اخرى. Thank you for watching this. كنتم مع مستر وجيه المصري، Senior Teacher A of Physics. باي باي.